بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم متابعينا. سعداء جدا بأن نلتقي معكم اليوم في لقاء جديد من لقاءات نادي القراءة بالمركز السوسيو-ثقافي. هذا اللقاء الذي يندرج ضمن مجموع الأنشطة المواكبة والموازية لمسابقة القصاصين الشباب التي هي في دورتها الرابعة هذا الموسم. انطلقت هذه المسابقة منذ الأيام القليلة الماضية، وكان ذلك بشراكة مع دار النشر ومانيفيست بمدينة الدار البيضاء، وكذلك مكتبة بيت الحكمة بمدينة تطوان. وكان من المهم جدا أن ننظم لقاء في هذا الإطار يحضر فيه ممثل عن دار النشر ومانيفيست، وذلك لتناول بعض القضايا المهمة والتي تخص المسابقة وحيثيتها. ومعي في شأن ذلك الأستاذة سعاد ماء العينين، وهي ممثلة دار النشر اليوم معنا في هذا اللقاء، وسعداء بأن تحل علينا كضيفة وكشريك في هذه المسابقة. فأهلا وسهلا بك أستاذة، سعداء بك وسعداء بحضورك اليوم. سعيدة أيضا بتواجدي مع مركز سوسيو ثقافي بتطوان، وفخورة جدا بالمجهودات التي يقوم بها المركز، وخصوصا نادي القراءة الذي يحتضنه هذا المركز. وشكرا على الاستضافة، سعيدة جدا بذلك. ونحن أسعد أستاذتي بحضورك اليوم وسعة صدرك وقبولك لأن تتناولي بعض شكرا. القضايا المهمة الخاصة بهذه المسابقة والخاصة بالإبداع عموما. ففي البداية أود السؤال، ولتقريب جمهور القراء وكذلك جمهور المهتمين بالمسابقة، ولتقريبك بشكل أكثر إلى المتابعين الكرام، من هي الأستاذة سعاد ماء العينين، ومن هي دار النشر لو مانيفيست، وما هي اهتمامات هذه الأخيرة؟ بداية بسؤالك، من هي سعاد ماء العينين؟ أنا من مواليد فرنسا، باريس. قدمت إلى المغرب في سن الثامنة، عندما كانت لدي الثامنة من العمر. وجدت صعوبات في الاندماج في النظام التربوي المغربي، والصعوبات التي يعرفه هذا النظام، فكان ذلك في الثمانينات. دخلت المغرب في 84 1984، وجدت خلالها صعوبات، حيث كنت كما قلت في النشأة في الديار الفرنسية، كنت أتحدث فقط اللغة الفرنسية. اللغة العربية لم تكن لدي بها علاقة جيدة حقيقة. كنت أفهم الدارجة العربية، ولكن لا أتكلم بها. وبدأت رحلة سعاد ماء العينين مع اكتشاف اللغة العربية واكتشاف منظومة التعليم المغربي. فحاولت أن أدبر أمري بمجهودات العائلة وبمجهودات الأسرة ومجهوداتي الشخصية. حاولت الاندمااج، الحمد لله حصلت على البكالوريا آداب عصرية، ولجت لمركز تكوين المعلمين والمعلمات بمدينة العيون. تخرجت وتعينت في مدينة الداخلة سنة 2000 كأستاذة تعليم ابتدائي، ومنذ ذلك الحين وأنا في سلك التدريس الابتدائي إلى الآن. هذا من الجانب الشخصي. الجانب الأدبي، صدرت أو أصدر صدرت أصدر لي مجموعتين قصصيتين باللغة الفرنسية وليست باللغة العربية. المجموعة الأولى بعنوان Entre deux rives في دار النشر الفرنسية إيدي ليفر سنة 2012. المجموعة الثانية وهي Fleur des Sables، وهي نشرتها خلال سنة 2015.
هذه السنة لدي عمل هو في طور النشر لدى دار النشر المانيفست، ولذلك أنا الآن هنا أمثلهم. والحمد لله تعرفت على هذه الدار الفتية الجميلة التي والمثابرة التي تهتم بالشأن الثقافي وتؤمن به وتراهن على الشباب في هذا الإطار، حيث أنها تؤمن أن العمل الثقافي يتطلب شراكات مع عدة جهات، ومن أهم هذه الجهات نوادي القراءة كما تعرف، لأنها هذه النوادي هي همزة وصل بين الناشر والقارئ، بين دار نشر المانيفست وإيمانها بهذه الفكرة، وبين نوادي القراءة. وكما تعرف أن دار نشر المانيفست أخذت على عاتقها أن تمنح الجوائز للقراء الشباب الذين سيتفوقون إن شاء الله خلال هذه الدورة، كما سبق وأن وفت بعهدها خلال الدورة السابقة وهي الدورة الثالثة، وهي تلتزم بطباعة أعمال هؤلاء الشباب الذين سيتفوقون إن شاء الله وسيجتازون هذه الدورة الرابعة إن شاء الله. هذا سعداء سادتي بأن تكون نعم اليوم وتمثلي هذه الدار التي هي بمثابة شريكة نعم. معنا في العديد من الأنشطة، سواء في مسابقة اختصاصي الشباب أو مسابقة أدب الطفل، نعم نعم وسعداء بأن تمثلي هذه الدار وتحضري معنا اليوم. أستاذتي، يعني دار نشر المانيفيست أبدأ من حيث انتهيت، وأن قلت بأنها تراهن على الشباب وتخلق شراكات مع نوادي القراءة باعتبارها همزة وصل بين القارئ وبين الدار. ما الذي تمثله المسابقة في حد ذاتها بالنسبة لدار نشر المانيفيست؟ هي المسابقة هي أولا عمل تشاركي في الميدان الثقافي بالنسبة للمانيفست، لأن هذا العمل الثقافي عمل لا محيد عنه، ولا يمكن لأي مؤسسة ثقافية أن تشتغل بمفردها بمنأى عن الشراكات مع أي نادي أو جمعية أو مؤسسة ثقافية أيا كانت. وهي كما أنه من الضروري ترسيخ عادات قرائية لدى الشباب، عادات قرائية وخصوصا في الانخراط في المبادرات الثقافية مثل هذه التي يقوم به المركز السوسيو ثقافي في تطوان، والتي حقيقة هذه المبادرة اندهشت بها، وسبحان الله لم كنادي قراءة في مركز قلما لاحظنا مثل هذه المبادرات حقيقة، ويجب أن نراهن عليها حقيقة، لأن في مثل هذه التظاهرات والمنافسات يمكن الرفع من الحس الثقافي لدى الشباب، وهي المنافسة راهي خير أرضية يمكن أن نبني عليها أي فعل. وتعرف الرياضة ماذا يفعلون فيها، وإلى أين وصلت مثلا رياضة كرة القدم في إطار المنافسة والتشجيعات والجوائز القيمة التي يرصد لهذا المجال. كذلك لماذا لا نراهن على الفعل الثقافي، ولماذا لا ينخرطون جميع دور النشر في الوطن في مثل هذه المبادرات؟ وكذلك نحن كمثقفين ككتاب وكشعراء وكنقاد، لماذا لا نؤطر الشباب في هذا الجانب؟ الشباب يجب أن يؤطر وأن يؤخذ بيده وأن ندله على الطريق، لأن كم من شاب أو شابة مثلي أنا عندما كنت في الشباب لدي مجموعة من القصص، لدي مجموعة من الأشعار، ولا أريد نشرها ولا أعرف كيف أين الطريق الذي سأسلكه. لذلك
فعلينا نحن كمثقفون أن نأخذ بيد الشباب، أن نتبنى شابا ثقافيا، نعتبره تبني ثقافي. كل مثقف عليه أن يتبنى شابا ثقافيا، كما عملت المانيفست مشكورة بالتبني هذه التظاهرة وبالتبني أعمال هؤلاء الشباب، وأخذت على عاتقها أن تنشر لهم هذه الأعمال مشكورة. وكما تعرف فطريق النشر في المغرب ليس بسهل، فنحن نكتب ونراسل دور نشر معروفة ومرموقة، ولا تعطل عنها حتى لإجابك بالإجاب أو السلب. وهذا شيء حقيقة لا أعرف كيف سأقيمه، ولكن يجب أن نعيد النظر، نعيد النظر حقيقة أستاذ، يعني الأخذ بيد هؤلاء الشباب وتوصيل إبداعاتهم إلى القارئ، هذا في حد ذاته إنجاز، وهذا في حد ذاته مبادرة جميلة، بحيث دار النشر تبنت هذه الفكرة، ونحن كذلك نشتغل بكل حزم وبكل جد لكي نوصل كل ما هو جيد والنصوص الجيدة بعد أن يتحقق منها ثلة من لجنة التحكيم، من اللجان التحكيمية المخصصة، وبالتالي تكمل دار النشر هذه العملية بأن تقوم بنشرها ورقيا وكذلك لما لا إلكترونيا. أستاذتي، يعني أتحدث عن الآن عنك شخصيا وعن إبداعاتك، أنت من مواليد المهجر، و لا بد أنك ستجدين صعوبة بعد التحاقك من فرنسا إلى المغرب في الاندماج، في خاصة مع اللغة العربية، فكيف اكتسبت هذه اللغة؟ ونحن اليوم نتحدث عن مسابقة اختصاصين الشباب، ومن بين أهدافها الاحتفاء باللغة العربية، أنت كيف أخذت هذه اللغة وكيف اندمجتي في المحيط ومع اللغة خاصة، واستطعت بعد ذلك أن تكتبي أشعارا وأن تكتبي قصصا؟ حقيقة هو طريق طويل وطريق شق، ولكن أعطيكم المفتاح، مفتاح لاكتساب أو للتمكن من أي لغة، هي القراءة، القراءة ثم القراءة ثم القراءة. لا سر آخر أعطيه لكم، القراءة هي المفتاح لاكتساب أي لغة. كنت أقرأ، لا زلت صغيرة كنت أقرأ، كنت أحاول، سأعطيك دعابة، عند بداية قراءة نصوص باللغة العربية كنت أكتب تحتها بالفرنسية كي أتعلم كلمات مثلا، لكن مع الوقت ومع الممارسة ومع المداومة على القراءة اكتسبت هذه اللغة الحمد لله. وأيضا استطعت أن أندمج في سلك التعليم، في منظومة التربية والتعليم، هذا ليس بالهين، وتعرف الفرق شاسع بين منظومة التعليم في فرنسا وبين منظومة التعليم اللي في المغرب، هناك فرق شاسع، فرق في بنية الفصل، فرق في جداول الحصص، فرق في كل شيء، كل شيء كان تغييرا جذريا بالنسبة لي، ولكن الحمد لله استطعت أن أندمج، واستطعت أن أجتاز البكالوريا الحمد لله، وكذلك ولجت مركز تكوين المعلمين الحمد لله، وهذا من فضل الله وبفضل أيضا الأسرة التي أخذت بيدي والتي وفرت لي جميع ظروف الدراسة وظروف القراءة أيضا. الحمد لله، الحمد لله. جميل أستاذة، يعني أستاذة ماء العينين هي نموذج للشباب الراغب في الإبداع، الذي لديه موهبة ولا يعرف كيف يكيفها مع متطلباته. فأستاذة ماء العينين وجدت صعوبة في البداية، لكن في الأخير استطاعت ولله الحمد أن تبدع، أن تكتب، وأن أن تحتوي هذه اللغة وتجعلها وسيلة للإبداع والكتابة.
أستاذتي، يعني أعود إلى محور الحديث وهو مسابقة قصاصين الشباب، فرسالتك أنت كواحدة ممن تعلم اللغة العربية بعد أن كان أجنبيا عنها، ما هي رسالتك للشباب المبدع؟ بماذا تنصحيهم؟ ما الذي توجهينهم إليه وهم راغبين في الإبداع والكتابة وإطلاق عنان أقلامهم؟ أولا أنصح الشباب بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن هدر الوقت الذي يضيع من عمرهم، والوقت وقت ثمين، وأن يستبدلونه بالقراءة. لا بأس أن أقرأ في مواقع إلكترونية، لا بأس، ولكن التواصل الذي لا حقيقة يهدر من وقتهم. أنصحهم بالقراءة، ثم أنصحهم بالالتزام بالقراءة، أن يخصصوا كل وقت في يومهم للقراءة، أو كل وقت خلال الأسبوع، أو كل وقت أو أي حيز من الوقت خلال الأسبوع أو خلال اليوم. كما أنصحهم بالالتزام بالقراءة والكتابة أيضا، بموازاة مع القراءة أن يكتبوا. لا بأس في كتابة أي شيء، لا بد من كتابة أي شيء. كما أنصحهم بأن يجعلوا من الكتابة أو كما القراءة عادة يومية، وبذلك سيصلون إن شاء الله، سيتحسن الأسلوب، ستتحسن اللغة، سيتعلمون مصطلحات جديدة ومرادفات جديدة بالقراءة فقط، بالقراءة وبممارسة الكتابة بشكل يومي، بشكل اعتيادي. هذه نصيحتي لهم. نعم، حقيقة أستاذتي، يعني لا فاصل ولا يعني حاجز بين القراءة والكتابة، فالكاتب المبدع الذي يوسع أبصارنا وعقولنا وأذهاننا هو بالفعل القارئ المتمرس، القارئ الذي يحمل في وعاء فكره مجموعة من الأفكار، وهذه الأفكار هي التي تولد الإبداع والكتابة. ونحن نصيحة أن يؤمنوا بذاتهم، أن يؤمنوا بذاتهم. نعم، الشخص الذي لا يؤمن بذاته لن يوصل أي شيء للعالم. يجب أن تؤمن بذاتك وبقدراتك لكي تستطيع للوصول للآخر إن شاء الله. نعم، حقيقة الإيمان بالذات هو أول خطوة وأول حرب يخوضها المرء هي ضد نفسه، وأن يؤمن بنفسه أولا وبمهاراته، ثم بعد ذلك يشتغل على تجويدها وتحسينها. أستاذتي، نحن كما تعلمين اخترنا هذه السنة الأستاذ محمد أنقار باعتباره قاصا وأديبا وكاتبا مغربيا تطوانيا أعطى الشيء الكثير للأدب المغربي، فاقترحنا أن نكون أبرارا بالخلف ونحيي ذكراهم ونحتفي بهم ونكرمهم في مثل هذه التظاهرات، فما رأيك أنت في هذا الاختيار، اختيار الأستاذ محمد العقار كمحتفى به ومكرم في هذه الدورة؟ ونعم الاختيار، ونعم الاختيار حقيقة. مثقفينا لم يجدوا ما يستحقون من التكريم، فنعم الاختيار أن تكرم أقلامنا، فأقلامنا أولى بالتكريم، ماذا ولا نذهب بعيدا، فالحمد لله الساحة الوطنية زاخرة بالأقلام، ويوم عن يوم نحن يظهر لنا ذلك جليا، الحمد لله. نعم الاختيار، نعم الاختيار. نعم حقيقة، رغم أني نعم المؤسف حقيقة نعم أنك تجد شخصا قد أعطى الكثير في مجاله نعم وأبدع وأكحت المكتبات، لكنه في الأخير لا يتلقى أي تكريم وأي احتفاء، ونحن للأسف
نحن كجزء من قاره الاعتراف اخترنا ان نجعل دائما محتفا ومكرما به في مسابقاتنا التي ننظمها بمعيه دار نشر مانيفست، وكذلك هذه السنه مع مسابقه اختصاصي الشباب مع بيت الحكمه بمدينه تطوان. اشكرك جزيل الشكر ان تواجدت معنا اليوم استاذه سعاد مع العينين كممثله لدار نشر مانيفست. اشكرك عن اتحافك لنا بمداخلاتك وبارائك وتشجيعاتك للشباب وكذلك نصائحك، فاشكرك جزيل الشكر على رحابه صدرك وعلى حضورك معنا. شكرا لكم، شكرا، ومسيره موفقه ان شاء الله، وكل النجاح ان شاء الله خلال هذه الدوره والدورات المقبله ان شاء الله. شكرا. بارك الله شكرا. فيك وعليكم متابعينا، ما على الراغبين في المشاركه الا الاطلاع على شروط المسابقه وعلى كل ما يخصها من المعلومات على صفحه المركز الثقافي، والمشاركه عبر ميل الاستماره في الرابط الموجود فوق هذا الفيديو الذي حاولنا ان نتطرق فيه الى بعض النقاط وان نبرز دور شريكنا دار نشر مانيفست في هذه المسابقة باعتباره جزءا لا يتجزأ من الجهة المنظمة. فشكرا لكم جميعا وتحياتي ومودتي. شكرا لك الأستاذة سعاد مع العينين، تحياتي ومودتي. شكرا، شكرا لك أخي رشيد، شكرا.